انا حكايتي انا حاسه بالذنب، ايه اللي حصل؟ عملت كل حاجه كل حاجه تتخيليها وش، عملتي ايه يعني؟ يعني حبيت واحد من ورا جوزي. علي صوتك، معلش انا اسفه، انا اتفضلي خايفه بس اتفضلي، انا سامعاكي. انا دلوقتي جايبه، يعني انا عاوزه اموت نفسي، وجايبه الحبايه اللي هي بتاعت القمح دي. الغلة؟ اه طب اسمع، قوليلي من البداية، حبيتي واحد من ورا جوزك وبعدين؟ انا عاوزه، انا حاسه بالذنب، هو ما كانش ينفع ان انا اعمل كده. يعني العلاقة بينك وبين اللي حبيتيه دي وصلت لفين؟ لأبعد ما تتخيل. يعني حصل علاقة و... قال طب ليه ما اتطلقتيش؟ بابايا بيقول لي لا مش هينفع، ما عندناش حاجة زي كده تحصل. انتي متجوزة جواز تقليدي ولا كنتي بتحب جوزك؟ اه وانا دلوقتي معايا ولد، اه، فانا خايفة اخد الحباية عشان الولد. طب اسمعي بس، اهدي بس بالله كده. انتي هتاخدي ماشي. الحباية ليه؟ عشان ايه انتي عارفة انك غلطانة ومش عايزة تكملي، ولا انتي طب ما قطعتيش علاقتك ليه بالبني ادم الجديد ده اللي انتي عارفاه اللي بتخوني جوزك معاه؟ هي مش جديدة على فكرة، هي قديمة جدا، بقالك قد ايه عارفاه؟ 14 سنة. يعني من ساعة ما اتجوزتي تقريبا اي 14 سنة. هو متجوز؟ اه، هو المفروض اصلا كنا هناخد بعضينا، بس حصل ظروف كده، اه، فهو اخوه توفى، اتجوز مرات اخوه، جيت انا اتخطبت، جيت يعني هو اخوه اتجوزت. توفى اتجوز مرات اخوه، وانتي اه اتخطبتي واتجوزتي راجل غيره، ايه انتي اتجوزتي راجل غيره. اه، فاتجوزت بقى، شفت حياتي، وهو طلق مرات اخوه، كل ما نشوف بعض يعني بننزل عند بيت أهلي اه، نشوف بعض، نبص لبعض. فجيت في مرة هو كلمني، يعني جاب رقم التليفون وكلمني وكنت بتتقابلوا فين؟ في حتة كده. ما خفتيش تبقي حامل منه؟ هو بالطبع حصل، بس أنا سقطت أجهزة. اجهضتي. طب وانت يعني قبل ما تفكري في حبة الغلة دي، ما فكرتيش ليه تقطعي العلاقة بقى وتعيشي؟ قطعت، قطعتي. انا قطعت، بس انا ايه، كل ما جوزي انا جوزي بيشرب مخدرات، بس ببقى نفسي حد يطبطب عليا، انا قايمه بكل حاجه، انت ايه؟ انا قايمه بكل حاجه، طب ليه عندي ما هنا في البيت بتطلقيش انا منه؟ قايمه. لو انت اتطلقتي، اللي انت عارفاه ده عايز يتجوزك ولا هيسيبك؟ بس هو بصراحة يعني أنا عارفة إن أنا غلطانة وهو غلطان، دي حاجة أنا عارفة، أنا متأكدة منها، بس أنا حاسة بشعور كل ما أشوف ابني أحس بالذنب. يعني أنا حاسة، يعني انت جبتي له اب وحش واب مدمن، وكمان انت تبقي ام خاطيه؟ يعني الولد ده واقع بين اب وام شياطين؟ ما هو حاجه من الاتنين، يا اما تتطلقي وانت عندك اسبابك، مش بتقولي جوزك بيشرب مخدرات ايوه، ومشيلك كل المصاريف والدنيا كلها فوق دماغك؟ ما انا معاكي والله، بس انا مش هلاقي مكان اقعد فيه. خلي التاني يتجوزك اللي بقالك 14 سنه معاه ده، ولا وقت الجد مش هيتجوزك؟ ما هو اتجوز وشاف حياته، اه، يعني بعد ما طلق اتجوز تاني كمان؟ اتجوز تاني وخلف، وهو شاف حياته بعد ما قال لي اتطلقي واحنا نبقى مع بعض. فقلت اه، له خلاص ماشي، فجيت حاولت مع بابا، قال لي لا مش هينفع. بابا قال لي لا، ما عنديش انا بنات كده، انا ما عنديش بنات اللي هي تعمل كده، لا اما تموتي لا اما يعني ما ما فيش عندوش حد بنات عندي. تتطلق؟ ايه ما عندوش بنات تتطلق، او ما عنديش لكن انا، البنات تخون عادي. هو بقى ما يعرفش بصراحة، يعني هو ما يعرفش أصلا. لا حول ولا قوة إلا بالله.
طب انت يا بنتي في وضع غلط، يعني انت يعني انت واحده بتخسري دنيتك وعايزه تخسري اخرتك كمان، عايزه تموتي بالطريقه دي؟ والله بس انا بقول ايه، يمكن على وعسى، يمكن هو ربنا يغفر لي، انا كل خوفي دلوقتي من ربنا. وانت لو خايفه من ربنا ما تموتيش بالطريقه اللي انت عايزه تموتي بيها دي. انا خوفي كله بس اللي انا عارفه حد ياخد باله من ابني، هي حته التعليم، انا جاهله على فكره، بس بحاول على قد ما بقدر ان انا ايه اعلم ابني. طب انت قطعتي علاقتك باللي انت عارفه، قطعتي علاقتك بيه بقالك قد ايه؟ ايه؟ قطعتي علاقتك بيه بقالك قد ايه؟ بقالي سنة. شهر؟ سنة. سنة، سنة كاملة ما بتعرفيش ولا بتكلميه ولا بتوصلي له. ولا أي حاجة. بس أنا كل ما شو يعني ببقى عاوز حد يطبطب عليا بخاف لطعم. بخاف لميل. بتخافي ترجعي تكلميه تاني؟ ايه؟ بتخافي ترجعي تكلميه تاني؟ بقول يا رب قوي. وهو حاول يكلمك في السنه دي؟ اول ما بشوفه بجري، بروح على شقتها على طول. يعني اول ما بنزل عند بابا بسلم عليه وبعد شويه وكل حاجه. هو قريبك؟ لا. جار. وهو ما حاولش في السنه دي يكلمك؟ حاول، حاول كتير، بس ببقى خايفه، ببقى خايفه ولا ارجعي تاني عشان ابني، يعملي تاني عشان ابني.